بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا أهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بمحمد من الرياض، يقول: هل يجوز التوسل إلى الله تعالى بسور القرآن، كأن يقول السائل: أسأل الله العلي القدير بسورة كذا أو كذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، التقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته إن يتوسل بها ويدعوه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أمر مشروع، وهو من التوسل الجائز، وهو سبب للإجابة بإذن الله. ومن صفات الله جل وعلا كلامه، فإن كلام الله من صفاته الفعلية، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى بسوره وآياته وجملته تفصيله، هو كلام الله. إذا توسلت إلى الله بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه أن يستجيب دعائك، هذا من التوسل المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لقد أحدث قريب لي وشاية وكذب بيني وبين أختي، مما تسبب في خلاف بيني وبين أختي، وعندما تبين كذبه قاطعته، فهل علي حرج في مقاطعته، وهل هذا يعتبر قطيعة للرحم مع العلم أنه قريب لي جدا؟ نعم، هو مخطئ في عمله هذا، إن صح ما تقول هو مخطئ، عليه أن يتوب إلى الله ويرجع عما قال ويطلب المسامحة. إذا حصل هذا، هذا هو الحل الصحيح، وإذا لم يحصل فأنت تعفو عنه، تسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فأنت تعفو عنه وتواصله، وله عليك حق القرابة ولو جفاك ولو أخطأ عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في المملكة رمز لاسمه بصاد ميم تاجاني، يقول: ما حكم من يأخذ أجر على عمل الحجامة للأشخاص ويعتبر هذا عمله الذي يكتسب منه؟ هذا عمل جاهز ولكنه دني. قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني أنه دني، يطلب الرزق بطريقة أو بعمل أشرف من هذا، وإلا فهو جاهز. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا كنا في سفر وصلينا الجمعة مع الإمام، هل لنا أن نجمع ونقصر صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ هذا شيء لم يرد، وليس عليه عمل المسلمين قديما وحديثا، لأن العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع معها، فتصلون العصر إذا دخل وقتها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: أنا مقيم في المملكة، فكيف بالنسبة للزكاة، الزكاة المالية، هل أدفعها هنا أم أرسلها لأهلي هناك ليوزعوها على الفقراء في بلادهم؟ على كل حال، دفعها في البيت، في البلد الذي فيه المال، دفع الزكاة في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأصل. وإذا كان هناك ما يرجح نقلها إلى بلد آخر، أن ترسلها إلى أقاربك المحتاجين أحوج من غيرهم، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو أيمن من مكة المكرمة يقول: حضرت لأداء العمرة إلى مكة مع الوالد
ومعها نساء، هل علينا طواف وداع إذا كانت زيارتنا لمكة المكرمة لا تستغرق يومين؟ العمرة ليس لها وداع، لأن هذا شيء لم يرد، إنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج بالوداع قبل السفر، وأما المعتمرون فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بطواف الوداع، فطواف الوداع إنما هو من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في المدينة المنورة، أريد أن أؤدي العمرة من جدة لزيارة أخي في جدة، هل علي شيء أو يجب علي بنية العمرة من المدينة المنورة؟ إذا كنت قادما من المدينة تريد العمرة وتريد زيارة أخيك في جدة، فإنك تحرم من ميقات المدينة من ذو الحليفة. إن شئت أن تؤدي العمرة أولا إذا وصلت إلى مكة ثم تخرج إلى أخيك في جدة، وإن شئت العكس أن تذهب إلى جدة وأنت محرم تمر على أخيك، فإذا انتهيت من زيارته تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة. الحاصل أنه لا يجوز لك أن تتعدى ميقات المدينة الذي في طريقك وأنت تريد العمرة إلا وأنت محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو حدود العذر بالجهل بالأمور المتعلقة بالعقيدة عن غيرها؟ إذا كان هذا الجهل لا يمكن زواله بأن كنت في منطقة ليس فيها علم وليس فيها علماء ولم تسمع شيئا من القرآن ولا من السنة منقطع عن العالم، حينئذ تعذر بالجهل إلى أن تجد من يعلمك. أما إذا كنت تعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين تسمع القرآن وتسمع الحديث وتسمع كلام أهل العلم، فلست معذورا الجهل في عقيدتك، لأن هذا يمكن إزالته بالسؤال والتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي العلامات التي تدل على قبول العمل وخاصة في المواسم مثل رمضان والحج وغيره؟ قبول العمل هذا لا يعلمه إلا الله، لا نعلمه، ولكن على المسلم أن يخلص لله وأن يصلح النية والقصد لله عز وجل، وأن يتجنب الرياء والسمعة ويتجنب ما يخل بالعمل، ويفعل الأسباب للقبول، ويتصدق من مال حلال من كسب حلال، إنما نحن نعرف الأسباب، وأما حصول القبول هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الغيبة، وهل هي لها حدود معينة أو صور يجوز فيها؟ الغيبة أسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فقال: ذكرك أخاك بما يكره، تذكر من صفاته ما يكرهه وهو غائب عنك، تتحدث عنه، تذمه، هذه هي الغيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. نعم. بارك الله فيكم. وإذا كان يعني مستفتى أو مستشار في بعض الأمور وله أن يتحدث عن ذلك في زواج أو غيره؟ هذا يختلف. إذا استشارك أحد في شخص يريد أن يزوجه أو يشاركه أو يسافر معه أو ما أشبه ذلك، فأنت تذكر ما تعلمه عنه من الصفات الذميمة من باب النصيحة لا من باب الغيبة، هذا يكون من باب النصيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فتشير عليه بما تعلمه من صفات الشخص الذي استشارك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: في بلدنا الصلاة في المساجد التي بها قبور تعودنا عليها، ولكننا أيضا نسمع أن هناك تحريم لذلك، بارك الله فيكم، نرجو التوضيح حيث أن هذا منتشر لدينا. العبادات ليست من باب العادة وتعودتم عليها، لا يصلح، ولا تجوز الصلاة عند القبور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وعن اتخاذ القبور مساجد، يعني يصلى عندها أو يبنى عليها مساجد، لأن هذا من وسائل الشرك، فهذا أمر لا يجوز، وإن كان في بلدكم أو اعتاد عليه الناس، فهذا لا يسوغ هذا الأمر الخطير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها ويبنون عليها المساجد، لا يجوز هذا العمل، وهو وسيلة من وسائل الشرك، ولا تصح الصلاة عند القبر لا فريضة ولا نافلة، لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل يقول أبو سعد، يقول: إذا يقول زوجتي نذرت
نذرا إذا شفى الله بنتها أن تصوم كل يوم اثنين من الأسبوع، ولكن الآن من الصعب جدا أن أصوم هذا اليوم أو تصوم هذا اليوم لكبر سنها الآن، فماذا تعمل حفظكم الله؟ يلزمها الصيام لأنه نذر طاعة، يلزمها أن تصوم ما نذرت لأنه في استطاعتها، فهو نذر طاعة وهو مستطاع، فما دامت تستطيع الصيام فإنه يلزمها ذلك وفاء بالنذر. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يمني مقيم يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لمن عليه تقصير في دينه، وخاصة عندما تكون بعض البدع وبعض التهاون منه؟ ما دام أنه مسلم وفقير فإنه يعطى من الزكاة مع مناصحته عن المعاصي، ومع مناصحته يعطى. وأما إذا كانت معصيته تخرجه من الدين، تخرجه من الإسلام، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الزكاة للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم ريان تقول: الوالد توفي وعليه يوم من شهر رمضان المبارك، هل لي أن أقضي عن والدي هذا اليوم؟ نعم، لك أن تقضي عليه. سائلة امرأة. نعم أم ريان. نعم، عليها أن تقضي، يعني مستحب لها أن تقضي هذا اليوم عن والدها إذا كان أفطر هذا اليوم للمرض وشفي من ذلك، تمكن من القضاء ولم يقضي، فإنك تقضين عنه إبراء لذمته. أما إذا كان ترك الصيام للمرض ومات ولم يستطع القضاء ليس عليه شيء. نعم. تقول أيضا: والدتي في العدة الآن، فهل لها أن تخرج لبعض لوازمها، وخاصة في للمستشفى أو غيره أو للمحكمة؟ الحاجة التي لا يقضيها إلا هي أو متعلقة بها فتخرج من أجلها في النهار، وأما الحاجة التي يمكن أن يقضيها غيرها فإنها تعمد من يقضيها ولا تخرج. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: ليس لها ولي هنا في المملكة العربية السعودية حيث أنها مقيمة، هل لها أن توكل شخصا تثق بدينه أن يكون وليا لها في تزويجها؟ هذا له محكمة خاصة، محكمة العقود، تذهب إليها والمحكمة تتولى هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب وأتعرض لأنواع من الفتن ودائما أتوب ثم أعود لهذه الأخطاء، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم وأنا أتعرض لمثل هذه المواقف؟ نعم، عليك بالصدق في التوبة والعزم عليها، إذا تبت إلى الله فلا ترجع إلى الذنب، اعزم على هذا. من شروط صحة التوبة العزم أن لا يعود، لكن إذا غلبتك نفسك ووقعت المعصية مرة ثانية فتوب إلى الله ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، كرر التوبة، كل ما عصيت فإنك تتوب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكرر التوبة مع العزم أولا أن لا تعود إلى المعصية، لكن إذا عدت إليها بحكم النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان فإنك تكرر التوبة مرة ثانية ولا تيأس من رحمة الله. وأيضا عليك أن تتجنب الأسباب التي توقعك في هذه المعصية، كمصاحبة الفسقة والعصاة أو النظر فيما حرم الله أو سماع ما حرم الله من الكلام البذيء الذي يجرئك على الوقوع في فاحشة، وتجنب الأسباب التي توقعك في المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز من الرياض يقول: هل الدعاء على شخص يظلمني ويسيء إلي، هل هذا ينافي الدفع بالتي هي أحسن والصبر على الأذى؟ نعم، هذا إذا دعوت عليه فقد خدت حقك واقتصصت منه، وكونك تصبر وتعفو عنه عمن ظلمك هذا أحسن. وجزاء سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما المقصود، هل يجوز دخول الخلاء ومعي حافظة نقود وأوراق بها ذكر اسم الله أو آيات قرآنية وأخشى ضياعها؟ لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن إذا احتجت إلى هذا فإنك تدخل به مع إخفائه في جيبك، أو تدخل به إذا خشيت عليه من السرقة أو الضياع تدخل به. نعم.
يقول: أرجو توضيح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم، معناه من سن سنة يعني أحيا سنة، أحيا سنة حسنة، ليس معناه أنه يحدث شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله ويقول هذه بدعة حسنة، لا، معناه أنه يحيي سنة متروكة ويذكر الناس بها، لأن هذا الحديث له مناسبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة بحضور محتاجين، وجاء رجل بمال كثير ووضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا في صدقاتهم وصار قدوة صالحة لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أي أحيا سنة متروكة أو قد أميتت. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم الابتداع ببعض الأمور كالعادات وإيصالها إلى مرحلة العبادة؟ بارك الله فيكم. العادات لا تتحول إلى عبادات وليس فيها ابتداع، إنما الابتداع في العبادات، كأن يصلي صلاة لا دليل عليها أو يعمل عملا من الأعمال العبادة لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما العادات فتبقى عادات، لكن إذا استعان بأعمال الدنيا استعان بها على الطاعات صارت عبادات، إذا استعان بها على الطاعات، إذا استعان بالمباحات على العبادات صار هذا له فيه أجر، صارت عبادات. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: هل الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين عند بعد الصلاة بدعة؟ الدعاء مشروع بعد الصلاة، لكن لا ترفع الأيدي بعد الفريضة، لأن هذا شيء لم يرد، وأما بعد النافلة فلا بأس بذلك. نعم. يقول: إذا أخطأ المؤذن بعبارات الأذان هل له أن يعيد، وهل هو صحيح هذا الأذان أم يعيده؟ إذا كان الخطأ بأن يغير المعنى، إذا كان الخطأ في أحد ألفاظ الأذان يغير معناه فلا بد من إعادة الأذان، أما إذا كان لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى فإنه لا يعاد الأذان. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بميم صاد من الرياض، تقول: هل يجوز للرجل أن يهدد المرأة بالطلاق عند أدنى سبب، وخاصة عندما يكون هناك بعض التقصير لظروف صحية من المرأة؟ الطلاق لم يشرع ليهدد به ويتخذ سلاحا، لا يعود لسانه لفظ الطلاق والتوعد به، إنما شرع الطلاق عند الحاجة لإزالة الضرر فقط إذا كان لا بد منه، أما ما دام هناك حلول فإنه يتلافى الطلاق يتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الشباب يجهل ماهية الحياة الزوجية ويسارع بالطلاق، ما هو توجيهكم حفظكم الله؟ عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا تلفظ بالطلاق ولا يتخذوه سلاحا يهددون به المرأة، فإن الطلاق فيه مفاسد كثيرة ولا داعي إلى اللجوء إليه لما فيه من الأضرار، فيتجنب الشباب وغيرهم تلفظ بالطلاق عند أي مخالفة مع الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يصعد الإمام للمنبر يوم الجمعة، وما رأي فضيلتكم في من يصعد للمنبر قبل وقت أذان الظهر، وأحيانا قد يصلون قبل الأذان؟ بارك الله فيكم. وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر دخل وقت صلاة الجمعة، ويصعد الإمام عند دخول وقت الظهر، ولا يقدم الدخول أو الصعود قبل دخول الوقت، لأنه قد يصلي قبل الوقت كما ذكر السائل، ويتقيد بالوقت، لأن وقت الجمعة عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح وقت الجمعة هو وقت الظهر بزوال الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو ذكر الله؟ هل هو التسبيح والتحميد وغيرهما، أم يتضمن شيئا آخر مثل قراءة القرآن وحضور الدروس؟ أحسن الله إليكم. جميع الطاعات ذكر لله سبحانه وتعالى، فرضها ونفلها، أفعالها وألفاظها، كل العبادات والطاعات كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، ومنه الذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وغير ذلك. نعم. هذا السائل يقول: والدي متوفى رحمه الله، وأنا أقرأ القرآن دائما له وأدعي له بعد كل دبر صلاة، فهل قراءة القرآن تصل إليه؟ أما الدعاء فإنه مشروع، يدعو لوالده ولغيره من المسلمين الأحياء والأموات، وأما قراءة القرآن عن الغير وإهداء الثواب إلى الغير
الغير فهذا الشيء لم يرد به دليل فلا يعمل هذا العمل. إنما تدعو لمن تريد أن تنفعه، تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: كيف نجمع بين حديث حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وبين حديث وآيات كثيرة دلت على أن الله تعالى يعذب على بعض المعاصي؟ لا تنافي بينها، فإن التوحيد يمنع الخلود في النار، وإن عذب بمعاصيه التي دون الشرك لأنه لا يخلد فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. نلقاكم بإذن الله تعالى في